واللي هو اسمه أسئلة محلولة، بس أنا حاول أرجع أحلهم عشان ينفهموا. السؤال الأول قايلين 3x زائد 3 أس إكس زائد 3 أس إكس زائد 3 أس إكس 4 مرات. أنا شو بقول؟ بقول إنه هي عبارة عن 4 ضرب 3 أس إكس، وتحت في عندي 2 12 أس إكس، فبقول 2 ضرب 12 أس إكس يساوي 1/32. فيني اختصر 4 مع 2 فورا بضل فوق 2، هصير عندي فوق 2 ضرب 3 أس إكس، وتحت بصير عندي 4 أس إكس ضرب 3 أس إكس. تروح 3 أس إكس مع 3 أس إكس، 1/32 هي عبارة عن 1/2 أس 5. 1/2 أس 5 هي 2 أس ناقص 5، وهي عبارة عن 2 أس 1، بس عشان تكون واضحة 2 يعني 2 أس 1 نفسه. 4 أس إكس هي 2 أس 2 إكس. كمل الحل هون، لما قسم عددين لهم نفس الأساس بطرح الأسس، فحتصير 2 أس 1 ناقص 2 إكس يساوي 2 أس ناقص 5. معناها شو عندي أنا؟ معناتها عندي 1 ناقص 2 إكس هي نفس الناقص 5. باخذ الناقص 2 إكس على الطرف الثاني بتصير 2 إكس، والخمسة على اليسار بتصير ناقص 5 بتصير 5 زائد 1 بتصير 6، والإكس بيساوي 3. فيها أي مشكلة يا هيا؟ ملاك؟ لا لا واضح. اوكي، 3 اس اي زائد 2 زائد 6 على 3 اس 1 ناقص اي يساوي 99، والمطلوب نحسب الاي. اذكر اني انا علمتكم اني فيني اطلع اي شيء من المقام للبسط، من الدينومينيتر للنمريتر، بس تغير اشاره الاس. هلا حتصير هي 3 اس اي زائد 2 ضرب 6 ضرب 3، لاني حطلعها من تحت لفوق حتصير اس اي ناقص 1، تغير اشارتها يساوي 99. رح فرقها شوي، حتصير 3 اس اي ضرب 3 اس 2 هذا يساوي، قبل يساوي خلينا نكمل، ضرب مو 6. لازم جنب 6 يكون زائد مضرب؟ عفوا، هون في عندنا خطأ بسيط، يساوي 99. 3 للتربيع يعني 9، فبصير عندي 9 ضرب 3 أس أي شو بتساوي؟ أو 9 ضرب 3 أس أي زائد 3 أس ناقص 1 هي 1/3، فبصير 6 ضرب 1/3 ضرب 3 أس أي يساوي 99. 6 فيني روحها مع 3 بيبقى هون 2. لما حكمل الحل رح أقول 9 ضرب 3 أس أي زائد 2 ضرب 3 أس أي يساوي 99. بعتبر 3 أس أي كأنه هي مجهول، كأنه هي X، فبصير 11 ضرب 3 أس أي يساوي 99. فال 3 أس أي شو بتساوي؟ 9، وال A شو بتساوي؟ مفهوم الحل؟ نكمل. السؤال الثاني بيقول 2 أس إن زائد 1، مع إنه كلها فيها إن إن إن. جربي حل السؤال يا هيا، بدك تحاول تفكيها، تخلي 2 أس إن ضرب 2 أس 1 بهذا الشكل. حاول.
أنا مستناكم تحلوا، يعني أعطيكم وقت للحل عشان ما أضيع وقت. حللت السؤال يا ملاك؟ عم حلو. طيب يلا استنى. ما بعرف، بس طلع معي غلط، طلع معي ناقص 1/3. طيب هبدأ أحل أنا. شو طلع معك الحل يا هيا؟ طلع معي لسه بـ N، ما طلع جواب من دون N. طيب شوف شو حنعمل أول شيء فوقها. هطلع 2 أس إن ضرب 2 أس 1 زائد 2 أس إن ضرب 2 أس ناقص 1. على 2 أس إن ناقص 3 أس إن ضرب 3 أس 2 ناقص 3 أس إن على 3 أس إن ضرب 3 أس 1. هنطلع من هون 2 أس إن فوق كومن فاكتور عامل مشترك ورتك شارفان طلع بصير 2 أس إن ضرب 2 زائد 2 أس ناقص 1 على 2 أس إن ناقص 3 أس إن ضرب 3 أس إن 2 ناقص 1 على 3. هلأ هتروح هاي 2 أس إن مع 2 أس إن 3 أس إن مع 3 أس إن، هيضل عندي 2 زائد 2 أس ناقص 1 يعني 2 زائد نص ناقص 3 للتربيع 9 ناقص 1 8 3. نوحد مقامات كل شيء على 6، يعني هي بعتبرها 2 على 1 بتصير كلهم مقاماتهم 6، حتصير 12 على 6 زائد 3 على 6 ناقص 16 على 6. هي ضربتها ب 6، هي ضربتها ب 3، وهي ضربتها ب 2، ف 12 و 3 15 ناقص 16 على 6 ناقص 1. جواب فيها مشكلة؟ طيب كمل السؤال الثالث. أخذ بس صورته ممكن ترجع للسؤال رقم 4؟ 4 اللي فوق. أوكي سلام. تمام. نجي لهذا السؤال. شو بنعمل هون؟ نفس اللي عملته قبل شوي، فيكم تجربوا فيه. بدي اياكم تجربوا. بدي احوله كله ل 2 اس اكس لحتى تطلع معي ال 2 اس اكس.
طب بعد ما عملناهن ما فينا نطالع هون عامل مشترك. فينا بلا تقريب الحل يعني لا. فينا نعمل تشلاب تشلار فينا نعمل شيء ما بعرف أنا ما قدرت من بعد ما بعمل الخطوة الأولى بعدين أبي أوقف الحل معي. أنا وصلت يعني كم خطوة بس رجع وقف معي الحل. طيب شو نعمل؟ بلش حاول انشرهم شوي شوي. صار عندي 2 أس 2 إكس ضرب 2 أس 3 زائد 24 على 2 أس 2 إكس ضرب 2 أس 3 يساوي 2 أس إكس ضرب 2 أس ناقص 2 على 16 اللي هي أنا بقدر أقول عنها 2 أس 4 أصلا سهولة الحل ويساوي هون زائد سوري 3 على 2 أس 2 إكس في مشكلة؟ نشرتهم بس نشرتهم ما عملت أي شيء طيب بعدها خليني أنا حاسس إنه ما كان في داعي فك هاي بس هي ما كان في داعي فكها هي 2 أس إكس ناقص 2 بس هي رح خليها الخطوة اللي بعدها حتضل الطرف اللي هو على اليسار نفسه 2 أس إكس ضرب 2 أس 3 هي 8 فيني أعتبرها زائد 24 على 2 أس 2 إكس ضرب 8 يساوي 2 أس إكس ناقص 2 لك عددين لهم نفس الأساس شو بعمل بالأسس لما يكون في قسمة؟ بطرحهم حتصير 2 أس إكس ناقص 6 وهي ناقص 2 وناقص 4 حتصير زائد 3 على 2 أس 2 إكس بهي الحالة شو بعمل؟ بدي أوحد مقامات فيني أعتبر هي مقامها واحد وبدي أضربها كلها ب 2 أس 2 إكس لوحد مقامات اللي على اليسار نفسها هي 2 أس 2 إكس ضرب 8 زائد 24 على 2 أس 2 إكس ضرب 8 لما حأضرب اللي فوق ب 2 أس 2 إكس يعني كأني عم بضرب بعددين لهم نفس الأساس شو بعمل بالأسس بجمعها تصير 2 أس 3 إكس 2 إكس و إكس 3 إكس ناقص 6 وفي عندي فوق زائد 3 عم وحد مقامات بس 2 أس 2 إكس هاي الخطوة فهمتوها ولا لا؟ هاي على كل حال حاكتب لها توضيح حتى اضرب يصير المقام 2 اس 2 اكس مثل هذا نفسه
شو بعمل؟ هتصير 2 أس 2 إكس ضرب 2 أس إكس ناقص 6. فلهيك جمعت الأسس صارت 3 إكس ناقص 6 وهي 3. كمل. 2 أس 2 إكس من هون تروح مع 2 أس 2 إكس من هون فورا. بعدها فيني أعمل إتش لارج شلار فورا، بعمل الطرفين بالوسطين عادي، تصير 2 أس 2 إكس ضرب 8 زائد 24 يساوي 8 ضرب 2 أس 3 إكس ناقص 6. زائد 24 كمان، 24 مع 24 حتروح، وال 8 مع ال 8 حتروح، شو بضل عندي؟ 2 إكس يساوي 3 إكس ناقص 6. فال إكس شو بتساوي؟ مفهوم الحل؟ هيا ساعتك مركزة؟ مفهوم، بس ما في طريقة مثلا أبسط من هاي الطريقة إنه تطالع الجواب. أنا فصلت خطوات كثير بس على التدريب حصير تلاقيها سهلة أعملها، هي مو صعبة. المهم تمشي خطوة خطوة مشان ما تعملي أخطاء. إذا كنت لو خربطت الإشارة كانت ما طلع معي جواب صح. في مشكلة يمكن ما كان لازم أنشر، هون نشرتهم بالبداية. والله يعني يمكن لو ما نشرتهم كان أسهل. كان أسهل بخطوة. عم يعني بيطلع معي أرقام أقل. عندي سؤالين. نعم. أول سؤال، من ليش من أول حركة ما أن الاثنين لاثنين إكس زائد ثلاثة واللي تحت هي كانت اثنين لاثنين إكس ناقص ثلاثة ما بعرف منهم أول شيء هدول. لأنه في جمع، في جمع مو ضرب، لو كان في فوق ضرب كنت اختصرت فورا، بس بالجمع ما فيني أختصر. طيب السؤال الثاني، في اثنين من وين جبت ال 24؟ اي واحدة؟ الثانية، لا 24 الثانية اللي من الطرف الثاني. الأخيرة؟ عملت كروس مولتيفيكيشن هون. هاي ال 8 بدي اضربها بال 2 أس 3 إكس ناقص 6 وبدي اضربها بال 3. هون كان بقيان واحد بعد ما اختصرت، هيك عملت كروس مولتيفيكيشن. اوكي معنا ب 3 24، في مشكلة؟ لا لا. هل كمان سؤال؟ هل إذا كانت الـ A هي 3 أس إكس ناقص 1 والـ B هي 2 أس إكس ناقص 1، مطلوب مني A ضرب B زائد A زائد 1. أوكي. بنقول لهم A ضرب B هي عبارة عن 3. والله جربوا خلوها مو صعبة كثير، كل يجرب. يعني بدنا نحاول اليوم نخلص هذا الدرس.
بتصير 6x زائد 2. شو هو؟ 6x زائد 2. ممكن. طيب هنبدأ حل سريع. أول 3 أس إكس ناقص 1 ضرب 2 أس إكس ناقص 1 زائد 2 أس زائد 3 أس إكس، بتفرق اللي هي الـ A ناقص 1 زائد 2 أس إكس ناقص 1 زائد 1. لما هأضرب هون بالأقواس بدي أضرب هاي أول شيء هون وهون. 3 أس إكس ضرب 2 أس إكس شو بتعطيني؟ 6 أس إكس. 3 أس إكس ضرب 1 ناقص 1 ناقص 3 أس إكس ناقص 1 ضرب 2 أس إكس ناقص 2 أس إكس ناقص 1 ضرب ناقص 1 زائد 1. أقول بعد زائد 3 أس إكس ناقص 1 زائد 2 أس إكس ناقص 1 زائد 1 ناقص 3 أس إكس مع 3 أس إكس بتروح، 2 أس إكس مع ناقص 2 أس إكس بتروح، 1 مع ناقص 1 بتروح، ناقص 1 مع 1 بتروح، شو بضل الجواب؟ 6 أس إكس. بس طيب ال 6x انت لما عملتها ليش ما بتصير 6 2x؟ لأنه هي ما لها 6 2x، هي كانت بس عبارة عن 3 أس إكس ضرب 2 أس إكس، هي عبارة عن 3 ضرب 2 أس إكس، يعني هي 6 أس إكس. ليش 2x؟ هذيك 36 أس إكس هي 6 أس 2x. تمام؟ هذا السؤال اللي حله أنا. هاي إذا 5 أس إكس 27، فأنا بقول لهم إذا 5 أس إكس هي 3 أس 3. 125 هي 5 أس 3 كمان بنعرفها، بقول لهم 5 أس 3 يساوي 3 أس واي. هذا كان في عندي قانون بيقول اكس على 3 يعني اس 5 الاول على اس 5 الثاني يساوي 3 على واي. شلار دو شلار بيطلع معي اكس ضرب واي يساوي 9. ما هو الجواب؟ كمل. فكروا بحل هذا السؤال. هذا السؤال بده يكون حله انه هو بكون طلع عامل مشترك، بكون تفكروا شو المشترك بينهم كلهم. شرط ان الثلاثة يكونوا مصحاب مرة واحدة ولا فينا اثنين اثنين؟ لا الثلاثة أفضل عشان تقدري تختصري بس.
أربعة شيء. أربعة ممكن. طيب سؤال، 2 أس ناقص 8، 2 أس ناقص 12، 2 أس ناقص 9، برأيكم كلهم شو في بداخلهم؟ كلهم فيهم 2 أس ناقص 8، كيف؟ بكتب 2 أس ناقص 8 ناقص ناقص 12 هي ناقص 8 ضرب ناقص 4، يعني زائد ناقص 4 زائد 2 أس ناقص 8 ضرب 2 أس ناقص 1، بعد ناقص 10 ناقص 11 ناقص 14 كلهم فيهم ناقص 10، يصير 2 أس ناقص 1 ضرب 2 أس ناقص 10 زائد 2 أس ناقص 10 زائد ناقص 2 أس ناقص 2 ضرب 2 أس ناقص 10، عفوا ناقص 4 سوري، لأنه 14 أس ناقص 4 ضرب 2 أس ناقص 10، طلعني اللي فوق 2 أس ناقص 8 عامل مشترك، شو بضل؟ 1 ناقص 2 أس ناقص 4 زائد 2 أس ناقص 1، من اللي تحت حطلع 2 أس ناقص 10، حيضل عندي 2 أس ناقص 1 زائد 1، واثنين أس ناقص أربعة. هذا القوس اللي هون مو نفس القوس اللي فوق، بحذفه. هلا لما اطلع هاي لفوق شو بتصير؟ دائما لما اطلع اي شيء لفوق او لما اقسم عددين لهم نفس الاساس بطرح الاسس، بطرح هنا بيقول ناقص ناقص 10 بصير 2 اس 2 ورابي 4. برافو يا هي، اي مشكله؟ في شيء ما فهمتيه يا ملاك؟ لا مفهوم. طيب قال 2 أس A يساوي 10 وال 2 أس B يساوي 5، إنه 2 أس A مربع ناقص B مربع، شوفوا حل هذا السؤال، 2 أس A مربع ناقص B مربع هي عبارة عن 2 أس A زائد B ضرب A ناقص B، صح؟ لأنه A مربع ناقص AB مربع هي عبارة عن شو؟ بالتربيع عبارة عن مطابقة، لو ضربت هلا هدول المعادلتين سوا شو بيطلع معي؟ 2 أس A زائد B شو بيساوي؟ 50، صح؟ في أي مشكلة؟ ضربتهم؟ حطيت زائد، لاني لما اضرب عددين لهم نفس الاساس شو بعمل بالاسس؟ بجمعهم؟ طبعا بجمعهم اكيد. في مشكله؟ لا. هي اول واحده، الاثنين اس اي زائد بي. طب لو قسمتهم على بعض، يعني قلت هيك 2 اس اي على 2 أس بي شو بتساوي؟ هنطرح الأسس، هي أصلاً بتساوي أول شيء بس 10 على 5، حطرح الأسس حتصير 2 أس A ناقص B، 10 على 5 2، معناتها الـ A ناقص B شو بتساوي؟ 1، صرت أعرف إنه الـ 2 A زائد B بتساوي 50 والـ A ناقص B 1، بقي بس تعويض، هتصير 2 أس A زائد B أس أس الأس هو ضرب الأسس، هتصير هيك 2 أس A زائد B أس A ناقص B، 2 أس A زائد B هي 50 و A ناقص B هي 1، و50 أس 1 يعني كلها شو؟ 50، في أي مشكلة؟ أي سؤال؟ لا.
برافو. اتركوا هذا السؤال شوي، فكر لنا بحل هذا. طلع معي جواب 2. طلع معك الجواب 2. لا عفوا أربعة. أربعة أتمدي أربعة ولا بالتقسيم في اثنين؟ غلط. لا أربعة بالتقسيم في غلط. أنا أطلع 10. انت تطلع معك 10. طيب شو بدنا نعمل هون؟ اول شيء اول شيء رح نفكك هدول اللي فوق، نسوي 4 على 5 أس إكس ضرب 5 أس ناقص 2، بعدين زائد 1، بعدين بنحط الكسر الثاني اللي هو زائد 4 على 5 أس 2 ضرب 5 أس ناقص إكس زائد 1، بعدين هون بنختصر الناقص الخمسة ناقص إكس والخمسة زائد إكس، هذول بنختصرهم مع بعضهم 5 على 2 وخمسة ناقص 2 كمان هذول بنختصرهم، بيضل عنا فوق 8 صح. وتحت بيضل عنا 2، فمنقسمهم بيطلع 4. قالت لنا ملاك، قالت يعمل 4 على 5 أس إكس ضرب 5 أس ناقص 2 زائد 1 زائد 4 على 5 أس 2 ضرب 5 أس ناقص إكس زائد 1. لا، قالت لي 5 أس ناقص 2 هي 1 على 25. لا صح. قالت حيصير عندك 4 على 5 أس إكس على 25 زائد 1. لا معك حق. قالت لي زائد 4 على 5 أس ناقص إكس هي 5 على إكس، حيصير عندي 5 أس 5 أو 5 أس 25، حيصير عندي 25 هي 5 أس 2 على 5 أس إكس وزائد 1. قالت لي وحد مقامات تحت، بصير في عندي 5 أس إكس زائد 25 على 25 زائد 25 زائد 5 أس إكس على 5 أس إكس، طبعا في فوق 4. الأستاذ نضرب بمقلوب الكسور، حيصير عندي 4 ضرب 25 على 5 أس إكس زائد 25 زائد 4 ضرب 5 أس إكس على 5 أس إكس زائد 25. قالت الأستاذ هذا مقام موحد، طلع من البسط عامل مشترك، ضل معك 25 زائد 5 أس إكس، تروح هي مع هي، شو بضل الجواب؟ 4. صحيح 100%. في أي مشكلة على السؤال؟ لا أكيد.
ممتاز. ثواني بس. كنت مجهز لكم اليوم هيك هدية لطيفة، طبعا ولا زالت في اختبار ما هيك؟ كويز كويز مو اختبار، يعني مشان ما نظلمه. اختبار تحسوه هيك تكون شغلة كبيرة، أما كويز يعني موضوع لطيف. ثواني حابعث لكم اللينك. الاختبار النظامي لهي الشابة يوم الجمعة. بعثت لك كويز على الواتساب اللينك. خلينا نسوي بأيام العطلة. المشكلة كتير صعب إنه يكون بأيام الأسبوع، لأن دوب نعمل لحق منه للكورس ومنه للمدرسة واجبات المدرسة كذلك الأمر، انت فمستحيل. ما عندك امتحانات مع هذيك الشابة ابدا؟ أي شعبي؟ الشابة الأولى، ادخلي هلا على الكويز. الشابة اللي عم تحضري معها عم تقدمي الكويزز تبعهم ولا لا؟ أو عم تقدمي اختباراتهم ولا لا؟ يا خلصوا الكويز لا، هاي. عم بقدم. طيب هن نفسهم. شكرا. أنا ملك، أنت بتدري السبت إذا مش الجمعة؟ هي ملك قدمتهم نفسهم الاختبارات اول شيء، أنا هترجع تقدمهم معاها ولا لا؟ ما بعرف بنشوف. ما في مشكله صار اونلاين اصلا، فيها تقدمهم لحالها بغير وقت. انت خليك على يوم الجمعه، هي ما في مشكله فيها تقدم. نبعث لها اللينك. بس عم استنى ادخل للكويز لنبدا الكويز. 10 اسئله اغلبهم من اليونت هون، أو مو أغلبها، كلهم اليوم كل شيء. سنستنى ملاك تدخل اللينك. ملاك كان مستناك. ما عم بقدر ادخل. ليش شو عم يقول لك؟ ثواني هبعت لينك. خلي الرابط موجود على الشات حتى نفسه الشات تبع الزوم. جربي تدخلي.
دخلت من الطرفين ما زبط معي. غريب، شو عم يعطيك لما عم تدخل؟ ما بيعطيني شيء ولا شيء؟ ما في شيء. فاتحة من الموبايل؟ شاشة سوداء. الموبايل فاتحة يا ملا؟ نعم. من موبايلك فاتحة ومن اللابتوب؟ إذا من الموبايل نسخ الرابط، فوتي على جوجل كروم من المتصفح وادخلي من المتصفح على الموبايل. لما غالبا بصير بيدخل من المتصفح زوم، متصفح زوم سيء. يعني كبسي على اللينك كبسة طويلة على الرابط، بعدين تعملي نسخ كوبي، بعدين تعملي بيست. اوكي ماشي. طيب انا حابدأ، انت فيك تدخلي حتى لو بدأنا، او لك فوتي على موقع اسمه كويزز مثل هذا الاسم اللي فوق، اكتبي اسمه بجوجل كيو يو اي زد اي زد زد، وادخلي الكود 848707. هاي بيزبط معي. جربت تبحثي على اسم الموقع تدخلي الكود كتابة؟ ايه جربت.
فتحت إنه فتحت على جوجل وبحثت عن الموقع ودخلت لي ما بقدر إني أدخل. يلا مشكلة. قبل هالمرة فتت ما صار هيك شيء. أنا حتى ما بعرف ليش هيك صار والله. غريب يعني، ما له بالعادة. بجوز عم جربي تعملي عليه حساب، وأنا كان حساب بزك دخلي مكتوب انتر كود، دخلي الكود وبس.
شو صرت آخر سؤال؟ ترنتين واقفين عليه طولت. أنا جنوب عم يطلع معي 27 أو 17 بالطريقتين عم يكون ما في ما أنا موجود. أعتقد في خطأ بحله. يلا يا ملك خلصي آخر سؤال. عندك سؤالين خطأ يا هي. طيب استراحة 10 دقائق، شغل المؤقت، نرجع بعد 10 دقائق إن شاء الله نكمل بحل الأسئلة. حل الأسئلة كمان. اوكي كل خلص لاستضافة ملك بلجيكا.
طيب بنكمل، صوتي واضح؟ هلا الدرس حيخلص على الستة ما هيك؟ إن شاء الله 6:45. ما آه متأخر. بنشوف شو قالوا لنا. قال 2 أس إكس يساوي 3، 3 أس واي يساوي 2، والخمسة أس زد يساوي 8. مين أكبر من مين؟ هلا وضوحا لو إجينا نحكي بنحل. ثواني بس. لا مو المفروض انه الزد بعدين الثلاثة، انه الاكس بعدين الواي. ثواني. طيب هلا وضوحا انه الاكس هي اكبر من واحد، لو 2 اس 1 هي 2، بس عطني الجواب 3. فبما انه الاكس اكبر من واحد، طب ال 3 اس 1 3، بس عطني 2، معناتها الواي شو؟ اصغر من واحد. تمام؟ بعدها شو بقول؟ والزد هلا ليكو ال 5 اس 2 25، فالزد اصلا اكبر من 2 حتى. فوضوحا رح يطلع معي انه الزد هو اكبر من الاكس والاكس اكبر من الواي. جواب سي. هلا ثواني، ليش ان الزد انه هو اصغر من 2؟ الزد اكبر من 2، ما قلت اصغر، اكبر. لك الاشاره لو اكبر. طيب سؤال، نعم. هلا الأسئلة ما عرفناها بالكويس، حتحلها ولا لا؟ حلها، ما في مشكلة. طيب، سلام. طيب نكمل. في عندي هذا السؤال 9، فكروا لنا فيه. فكروا فيه تفكير سريع. اثنين. اثنين، كيف حلتي؟ هلا أول شيء قلت إنه هذا اللي فوق ال A أس 3 ضرب B أس 2، حولته لقسمي وطرحت الأسس، بعدين تحت قسمت شو؟ نزلنا. نعم؟ رجعي قسمت شو يعني؟ كيف؟ شو كيف؟ شو اللي قسمتي؟ لك ال A أس 3 على B أس 2. هي مو على، هي انت قسمتي الطرفين على بي اس 2، هيك قصدي. تمام تمام كملي كملي، جربي الحل. بس دقيقة حنستنى، هي عم تحاول تحل وانا حلك، شوفي الحل صح ولا خطأ. غالبا صح، اذا اول خطوة عملتيها هيك فهي حاليا عن جد هي اول خطوة. ايه صح اظن.
طيب لحلا على السريع، أول شيء رح أقول أ أس 3 ضرب ب أس 2 على ب أس 2 يساوي 1 على ب أس 2، بعدها حتروح ب أس 2 من هون مع ب أس 2 من هون، ضل عندي أ أس 3، الواحد على ب أس 2 هي ب أس ناقص 2، بعدها بضل عندي أي أس إكس زائد 1 يساوي ب أس 2 إكس ناقص 1. بعدها من خلال هدول ممكن يقول 3 على x زائد 1 يساوي ناقص 2 على 2x ناقص 1، نضرب الطرفين بالوسطين بصير عندي ناقص 2x ناقص 2 يساوي 3 ضرب 2x 6x، 3 ضرب ناقص 1 ناقص 3، باخذ ناقص 2 على الطرف الثاني ناقص 2x بصير 2x بصير عندي 8x، باخذ ناقص 3 بصير 3 ناقص 2 بصير عندي 8x، شو بيساوي؟ في مشكلة؟ أو عفوا واحد شلون اثنين؟ ثلاثة ناقص ثلاثة ناقص اثنين واحد، في مشكلة؟ تمام يا هيا؟ تمام برافو. طيب هحل آخر شيء سؤال 12 لننتقل من هذه الفكرة. قال 2 أس إكس يساوي 9، فعندي 5 ضرب 3 أس واي يساوي 8، شو هي الإكس ضرب واي؟ هلا 2 أس إكس يساوي 9، ال 80 اللي ما بيعرف هي عبارة عن 5 ضرب 3 أس واي، هي عبارة عن 5 ضرب 16، فرح روح ال 5 مع ال 5، 3 أس واي يساوي 16. رح أحاول أرتب الموضوع شوي، حيصير عندي 2 أس إكس يساوي 3 أس 2، 16 هي 2 أس 4 ويساوي 3 أس واي. هلا بنقول x على 4 يساوي 2 على y، و x ضرب y يساوي 8. طيب لسه في كثير أسئلة لها علاقة بالقوى، أنا رح أوقف هون عند الحل، ما حل أكثر من هيك. بعرف هذا التست كان محدود، بس هو النهاية تقريبا أفكاره شملت الموضوع. أسئلة الكويز اللي ما عرفتوهن السؤال الرابع والثامن بظن، يس السؤال الرابع اللي أنت ما عرفتيها ولا والثامن، هن كانوا كلهم نفس الفكرة عندك ما عم تعرفيها. لا غير فكرة. طيب غريب أخطائكم حتى مختلفة بالكويز، يعني أنت عندك يا ولا مشكلة بالفاكتوريال. اوبا طلعت من خيارات. وملاك عندها مشكلة بشو؟ خربطت بأولوية الجمع والضرب، ما بعرف ليش. سؤالين كمان بالفاكتوريال. طيب حنرجع للتست الثامن اللي كنا المرة الماضية بنحله، اللي هو فيه فاكتوريال إذا متذكرينه، سألتني عليه المرة الماضية. هيا تست 8، قالت لي تست 8 أنا كله ما فهمت منه شيء. صفحة 51 مش الحال وصلت. قبل ما نبدأ فيه رح أعمل مراجعة سريعة للفاكتوريا. سؤال يا هيا، لما أقول لك مثلا 10 فاكتوريال فهي شو بتساوي؟ 10 تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. طب مثلا لما اقول لك 10 فاكتوريال على 7 فاكتوريال الكبير بينزل لعند الصغير صح؟ بصير 10 9 8 7 على 7 وبتصير فاكتوريال هي السبعة، مكان ما بوقف حط فاكتوريال على 7 فاكتوريال بضل عندي 10 ضرب 9 ضرب 8 بيطلع معي 720. مع انه بتعرفي هي الافكار الاساسيه وبتعرفي انه 0 فاكتوريال هو 1، خلينا نبدا نحل فورا. شو اصغر رقم قدامه فاكتوريال هون عندي؟ ستة.
ستة بمسكهم كلهم نزول عند الستة، بتصير هاي السبعة ضرب ستة فاكتوري. كان كبرك على السؤال عشان يصير كل تركيزنا عليه. واللي بعدها ناقص 2 ضرب 8 ضرب 7 ضرب 6 فاكتوري زائد 9 ضرب 8 ضرب 7 ضرب 6 فاكتوريال على 8 ضرب 7 ضرب 6 فاكتوريال زائد 6 فاكتوريال. طلع 6 فاكتوريال عامل مشترك من البسط ومن المقام. عشان اختصرها شو بضل عندي فوق؟ 7 ناقص 2 ضرب 8 ضرب 7 زائد 9 ضرب 8 ضرب 7. في مشكلة؟ لا. وتحت شو بضل عندي؟ 8 ضرب 7 زائد 1، مكان هي بيبقى 1. تروح 6 فاكتوريال مع 6 فاكتوريال. ما أظن في أي مشكلة. لا عندنا أوراق. عم فكر إذا في شي طريقة، مثلا لو سحبت من فوق 7 عامل مشترك، بس ما هيبقى شيء يقدر يخسره اصلا ببساطه. فلك ما في حل غير اضرب الاعداد، 8 ضرب 7 56 و1 57. 9 ضرب 8 ضرب 7 ناقص 2 ضرب 8 ضرب 7 بصير عندي 7. 8 ضرب 7 56 ضرب 2 112. 8 ضرب 7 56، 56 ضرب 9، 50 ضرب 9 450، مظنش 604، 504 يساوي طبعا 57، 57 ولا 54، 57 مكانها. فكر 7 ناقص 112 بتصير 105، 504 ناقص 105 تعطيني 399، 399 تقسيم 57. هون فيني استخدم طريقة الذكاء. شو أحد 399؟ 9. شو أحد 57؟ 7. رقم 7 بشو بضربه بيعطيني شيء أحد 9؟ سبعة. طبعا للتأكد ممكن أضرب هيك على السريع 57، 7 7 ب 7 49، 7 ب 5 35 و 4. عملت هون multiplication عشان أتذكر. هي السؤال الأول. السؤال الثاني بشكل سريع، أصغر رقم قدامه فاكتوريال هو 3. هلا الكتاب نفسه عم نحل ولا كتاب تاني عم بدور بالصفحات ما بلاقي الصفحة؟ تست 8 هذا عندكم كتابكم نفسه. ناقص 5 ضرب 7 ضرب 6 ضرب 5 ضرب 4. شابتر 3 ولا 2؟ شو هو؟ شابتر 2 ولا 3؟ 1 1 1. هاي 3 فاكتوريال خليها حنزلهم كلهم بس لعند الخمسة. هجرب هيك 6 ضرب 5 فاكتوريا ما تزبط. ليش هيك عم تعمل؟ ما تزبط، أزبط شيل 3. يعني فكرت ال 3 فاكتوريال سهلة هي 6، فممكن تصير إنه في 5 فاكتوريال زائد 12 تكون مثلا بتطلع عامل مشترك بشكل ما. بس لا ما بتزبط أبدا، فما في غير إني أنزل كل شيء ل 3 فاكتوريال، لا أقل شيء قدامه فاكتوريال. 6 ضرب 5 ضرب 4 ضرب 3 فاكتوريال ناقص 5 اللي هي أصلا موجودة برا، ضرب 7 ضرب 6 ضرب 5 ضرب 4 ضرب 3 فاكتوريال زائد 8 ب 7 ب 6 ب 5 ب 4 3 فاكتوريال على 5 ضرب 4 ضرب 3 فاكتوريال زائد 2 ضرب 3 فاكتوريال. أول شيء 3 فاكتوريال فوق وتحت طلع عامل مشترك، فوق بضل عندي 6 ضرب 5 ضرب 4 ناقص 5 ضرب 7 ضرب 6 ضرب 5 ضرب 4 زائد 8 ضرب 7 ضرب 6 ضرب 5
على خمسة ضرب أربعة. في أربعة ستة عفوا، على خمسة ضرب أربعة زائد اثنين، هاي بتروح مع هاي لتحت 22. أربعة بخمسة عشرين ستة، 120. خمسة بستة أربعة، 120. كيف نعمل هيك شيء مثلا؟ إنه خلي هدول ستة ضرب خمسة ضرب أربعة هن دائما 120، قول ناقص خمسة وثلاثين ضرب 120. ستة ضرب خمسة ضرب أربعة هن 120، قول زائد خمسين، ستة وخمسين ضرب 120. طلع 120 من فوق عامل مشترك، هي ستة ضرب خمسة ضرب أربعة كان. شو بضل؟ ضل واحد ناقص خمسة وثلاثين زائد ستة وخمسين 22، مشان سهولة الاختصار 120. 56 ناقص 35 هي عبارة عن شو؟ 21. 1 22، ف120 ضرب 22 22 جواب 120. عشان ما أضرب ال 35 بال 120 وال 56 بال 120 يطلع أرقام كبيرة وبعدين ما بقى نعرف. في أي مشكلة؟ هيا لا. طيب ملاك، مفهوم السؤال؟ مفهوم بس من ال بعرف فتت بالحيط. المية وعشرين بس عشان تعرف من جبتها، هي ستة ضرب خمسة ضرب أربعة، هون كل ستة ضرب خمسة ضرب أربعة ساويهم 120 لحالهم، عشان طلعهم عامل مشترك مرة واحدة مشان نخلي الحل أسهل. كمل. ممكن أنا مشكلتي كانت إني وقت ضربت الأعداد الكبيرة، ممكن ما اختصرتهم. طيب شوفي هذا السؤال، قال لي n ناقص 3 و3 ناقص n. نحن اول شيء قلنا لكم اياه، اذا في عندي n فاكتوريال في عندي شرط انه ال n اكبر او يساوي الصفر. فهون بقول n ناقص 3 اكبر او يساوي الصفر، فال n هي اكبر او تساوي 3، وال 3 ناقص n كمان اكبر او يساوي الصفر، معناتها ال n أصغر أو يساوي 3. شو في عندي عدد أكبر أو يساوي 3 وأصغر أو يساوي 3؟ ما في عدد بيزبط غير ال n تكون 3. بس 3 ناقص 3 صفر فاكتوريال، 3 ناقص 3 صفر فاكتوريال، 3 ناقص 2 على 1 فاكتوريال. صفر فاكتوريال هو 1، حيصير عندي 1 زائد 1 على 1، الجواب ما فهمت. قدام الفاكتوريال يا ملاك بصير يكون في عندي عدد نيجاتيف؟ لا ما بصير. معناتها ال n ناقص 3 اكبر او يساوي الصفر، فال n اكبر او يساوي 3، او ال 3 ناقص n اكبر او يساوي الصفر، فال n اصغر او يساوي 3. ما في غير 3 بتحقق هذا الموضوع، انه هي اكبر او يساوي 3 واصغر او يساوي 3 بنفس الوقت. تمام؟ بعد عوضت مكان كل n 3 وكملتها. اذا ما فهمتي قولي لي يا ملك عادي. طيب نكمل. n زائد 1 فاكتوريال على 8 فاكتوريال يساوي 90. شو بعمل؟ بضرب الطرفين بالوسطين، بقول n زائد 1 فاكتوريال يساوي 90 ضرب 8 فاكتوريال. بصير عندي n زائد 1 فاكتوريال 90 بعملها 10 ضرب 9 ضرب 8 فاكتوريال، حيصير عندي n زائد 1 فاكتوريال. هذا مو كأنه 10 فاكتوريال بس كان عم تكون بلا، معناها n زائد 1 يساوي 10 وال n يساوي 9. كمل.
هون كلهم بدهم ينزلوا عند الصغير. مين الصغير برأيك يا هيا؟ إن ناقص 2، إن ناقص 3، إن ناقص 4. إن ناقص 4. جميل. الإن ناقص 2 كيف تصير تروح عند الإن ناقص 4؟ إن ناقص 2، إن ناقص 3، إن ناقص 4. صح. فاكتوريال زائد إن ناقص 3 ضرب إن ناقص 4. فاكتوريال على 2 ضرب n ناقص 4 فاكتوريال زائد n ناقص 3 ضرب n ناقص 4 فاكتوريال يساوي 8. طلع n ناقص 4 فاكتوريال من فوق ومن تحت. شو بضل عندي فوق؟ بضل عندي فوق n ناقص 2 ضرب n ناقص 3 زائد n ناقص 3 تذكر هالقوس تحت بيبقى عندي 2 زائد n ناقص 3 كله يساوي 8. هتروح هي مع هي، في حدا عنده مشكلة؟ لا، من اللي فوق رح طلع ال n ناقص 3 عامل مشترك، حدا ما في مشكلة بظن. نطلع قوس كامل عامل مشترك. وهون شو بيضل؟ بيضل n ناقص 2 ومكان ان ناقص 3 اللي طلعته بيضل واحد. تحت 2 زائد ان ناقص 3 حتصير ان ناقص 1 صح؟ ناقص 3 زائد 2 ناقص 1، ناقص 2 زائد 1 ناقص 1، فهذا هو نفسه هذا حتى. هذا عندي ان ناقص 3 يساوي 8 وان يساوي 11. بس سؤال، كيف صارت ال 2 زائد 2 ان ناقص 3 ان ناقص 1؟ بس بجمع الارقام مع بعض تبقى الان لحالها. انت ما طلعت ال ان ناقص 3 لبرا؟ شو هو؟ ال ان ناقص 3 اللي طلعتها لبرا؟ هي ولا اللي فوق؟ اللي فوق طلعتها لبرا، اللي تحت لا ما دخلها. فهمتيها ولا لا؟ فهمت عليك، كدك بدك تطلع الاثنين لبرا. لا اللي تحت ما فيني اطلعها اصلا، ما في غير واحدة بس ما في تنتين منها. كمل السؤال السادس. AB factorial يساوي 9A زائد 4B factorial، مطلوب مني السيجما AB. طالما الطرفين فيهم factorial بتعرفي انه فينا نلغيهم؟ يعني فيني اقول AB يساوي 9A زائد 4B ببساطة. AB هي عبارة عن 11، فبقول B زائد 10A يساوي 9A زائد 4B. 9A بتروح لهون، شو بضل عندي؟ A واحدة بضل A واحدة وبضل 3B. A و3B هذول هن عبارة عن منازل، ما بصير أي واحدة منهم تقطع 9. فإذا كانت ال B 1 ال A 3، إذا ال B 2 ال A 6، إذا البي 3 الـ A 9. بس وقف، معنات الأرقام اللي عندي هم 31 62 93 والجواب 186. مفهوم؟ يعني كان هون الفاكتوريال اللي هو مجرد تمويه بس، إنه الطرفين لهم فاكتوريال فيني ألغي. طيب أنا فكرت أنه أظن أنه بدنا الـ A times B مش الـ مش لا. أنه يعني بلس. لا، AB لو في تايمز كان حطوا بينهم بوينت. شفتك الـ AB أول وحدة ما حطوا بيناتهم. شو هو؟ الـ AB أول وحدة ما حطوا، بس أنت عم تأذف إنه هي A times B. وين؟ إيه هون ستة. هون؟ إيه لا، اعتبرتهم أحد عشرات، اعتبرت AB هو كله عدد، هدول digits. وقت يكون في ضرب في multiplication مو a times b، بحطه بحط point، اما هيك معناتها هي منازل، هي digits. كمل. قال 50 factorial هي a times 2 power m times 15 power m، مطلوب maximum n plus m. طالما في n في m، فال n فيني احسبها لحالها وال m لحالها بعدين بجمعهم، فبقول 50 بلش اس
ما في شيء كمان. كي 50 على 2 25، على 2 10، على 2 شلون، على 2 10، على 2 12، 12 ب 2 24. باقي ما بيهمني الباقي، بيهمني بس الجواب. على 2 6، على 2 3، على 2 1. هلا ماكسيموم ان حسبته هو هدول 25 زائد 12 زائد 6 زائد 3 زائد 1، اللي هو 25 و12 37، 37 و6 43، و3 46 و1 47. الام ما فيني احسب الام هيك، لانه الام هي ما لها برايم نمبر، فبدي اعتبر انه الام هي 3 اس ام ضرب 5 اس ام، دائما باخذ اللي اكبر اللي عليه اس، فشو بقول؟ قول 50 على 5 10، وعلى 5 2، فماكسيموم ام شو؟ 10 زائد 2 يعني 12. هلا بس بجمع 47 زائد 12، طلع الجواب 59. كمل على السؤال الثامن، إذا ما حدا عنده سؤال، أنا ما حوقف كثير يعني، هلا إذا عندكم سؤال أنتم اسألوا. قال 48 على 8 أس إن يساوي A، مطلوب مني ماكسيموم إن. قول إنه 48 عاملي يساوي A ضرب 8 أس إن، معناها هي A ضرب 2 أس 3 إن، لأنه 8 هي 2 أس 3. أنا دائما بقول لازم يكون هون في عندي الرقم شو؟ برايم نمبر، فهو أصال صيد. أنا بقول 48 على 2 24، على 2 12، على 2 6، على 2 3، وعلى 2 1. بس هذا ماكسيموم شو اللي أنا هلا حسبته؟ 3 إن هو 24 زائد 12 زائد 6 زائد 3 زائد 1، 24 و12 36 و6 42 و3 45 و1 46، فماكسيموم ال 3 ان يساوي 46. وانا بدي ماكسيموم ال ان وحده، شو بعمل؟ قسم على 3 بس، والماكسيموم ان يساوي 46 على 3. بس 46 على 3 بتقسم بتطلع 15 فاصلة شيء، فاصلة 3 تقريبا. فبقول الجواب ماكسيموم الان هو شو؟ 15. باخذ اول رقم صحيح قريب عليه. كمل السؤال التاسع. قال 38 فاكتوريال زائد 39 فاكتوريال يساوي A، في هون عندي 10 باور N، نضرب الطرفين بالوسطين يصير عندي 38 فاكتوريال زائد 39 فاكتوريال يساوي A ضرب 10 أس N. مثل ما نعرف ما بيصير يكون في عندي 10، بده يكون في برايم نمبر، يساوي A ضرب 5 أس N ضرب 2 أس N، دائما باخذ الاكبر. وهون ما بصير يكون في عندي اثنين، بده يكون في واحد، شو بعمل؟ طلع ال 38 فاكتوريال لبرا، هي حيضل منها واحد. 39 فاكتوريال هي عباره عن 39 ضرب 38 فاكتوريال، حتصير 1 زائد 39 اللي هي 40، حاستخدمها بعد شوي مو هلا. هلا ال 38 فاكتوريال لو بلشت اقسمها على خمسات، 38 على 5 فيها 7، 7 على 5 فيها 1، بس الأجوبة بتهمني. فماكسيموم الإكس 7 زائد 1، بالإضافة لهدول الـ 40 اللي هون. الـ 40 كم 5 فيها؟ كضرب مو كجمع. هي بعرف إن هي 8 خمسات، بس هي كم 5 ضرب شي فيها؟ 5 فيها 5 ضرب 5 ضرب 5، أو كم 5 بتضرب فيها؟
فيها خمسة واحدة. لا، خمسة ضرب خمسة. الأربعين هي خمسة ضرب ثمانية صح؟ أوكي، هيك كم قصدك. خمسة تمام، فيها؟ أوكي، واحدة. واحدة، فبقول زائد واحد لأن فيها خمسة واحدة. تخيل لو كانت مثلا 50، كنت قلت خمسة ضرب خمسة ضرب اثنين، كنت قلت فيها خمستين، فشو كنت قلت عنها؟ كنت قلت عنها زائد اثنين أنا فيها خمستين، فبهي الحالة شو جوابي؟ تسعة. أي مشكلة؟ نكمل آخر 3 أسئلة بالتست، نكون خلصنا التست كله. اليوم إن شاء الله أبعث لكم وراء تدريب على هذا البحث نفسه. 90 فاكتوريال ناقص 86 فاكتوريال يساوي أي؟ شو بدي أعمل؟ شو عملت قبل شوي؟ نضرب بالعشرة بالآ، بتصير 90 فاكتوريال ناقص 86 فاكتوريال يساوي أي يساوي ضرب 10 أس إن. عشرة. حطلع 86 فاكتوريال لبرا. 90 عبارة عن شو؟ 90 ضرب 89 ضرب 88 ضرب 87 ضرب 86 فاكتوريال. فاتت الأرقام بعضها شوي، رتبهم. و86 شو بيبقى منها؟ واحد. واحد وبيساوي A ضرب 5 أس إن ضرب 2 أس إن. أول شيء حساوي 86، هي بقيت فاكتوريال برا. قول 86 على 5 كم فيها؟ 17. 17 على 5 فيها 3، فماكسيموم إكس هي 17 زائد 3. طب استاذ هون بهدول كلهم حيضل معك شي خمسات؟ هلكم ركزوا معي شوي. التسعين هي فيها خمسة واحدة، يعني هدول الأرقام كلهم لو ضربتهم بعض حيطلع معي رقم آحاد. وشو؟ كآحاد، بس كآحاد. هيك يعني بعتبر رقم له كتير أرقام، بس آحاد وشو؟ الوانز ديجيت. هون مو في صفر؟ صح؟ فيعطيني رقم فيه له كثير ديجيتس، بس اخر ديجيت فيه لازم تكون صفر، لانه هو كان مضروب بصفر، صح؟ صح. واي شيء بيكون او الاحاد فيه صفر، الوانز ديجيت فيه بتكون صفر، بنقص منه واحد، شو بتصير الوانز ديجيت تبعه؟ تسعة. وما في ولا رقم بالحياة، الوانز ديجيت تبعه تسعة، بتكون عبارة عن خمسة ضرب شيء، فهذا اللي بالقوس كله اللي ملونه اصفر ما فيه خمسات. تمام؟ اوكي تمام. فبهي الحالة 17 زائد 3 بيطلع جوابي 10. بس لو كان فيه خمسات كان بيطلع جوابي 21. آخر سؤالين معنا. 1 فاكتوريال زائد 4 فاكتوريال زائد 7 فاكتوريال زائد 2027 فاكتوريال بدهم الوانز ديجيت تبعها بس. تخيلوا هذا السؤال، هلا حاشرحه بس حتفهموه 100%. بتعرفوا امتى؟ يعني مو حتفهموه، رح تشوفوه مره ثانيه نفسه، هلا حتفهموه اكيد، بس حتشوفوه مره ثانيه نفسه بالوحده اللي رقمها 13. طيب بهذا السؤال حاسألكم شيء. الواحد فاكتوريال شو بيساوي؟ واحد. الاثنين فاكتوريال اثنين. الثلاثة فاكتوريال ليه ستة. هي ستة.
يعني 4 بتساوي كم؟ الأربع فاكتوريال هي آخر شيء 24. الخمسة فاكتوريال هي 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 واللي هي 120. لاحظوا كل شيء من بعد الخمسة فاكتوريال حيصير فيه بجواته 5 وضرب 2 صح؟ ما فهمت. عم قول ركزي شوي. الخمسة فاكتوريال مو فيها 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1؟ ايه تمام. طب الستة فاكتوريال مو حتكون فيها 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 بباقي الأرقام؟ ايه. طيب معناتها 5 ضرب 2 شو بتعطيني دائما؟ هي الخمسة ضرب 2 اللي لونتهم بالأصفر. 10 صح؟ اي صح. معناتها كل شيء بعد الخمسة فاكتوريال آحاد وشو حتطلع؟ 10. كل شيء بعد الخمسة كل شيء بعد الخمسة فاكتوريال آحاد وتطلع صفر. معناها شو بقول؟ واللي بيأثر طبعا هي نقط 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 اكس معناتها هن عم يسألوني على الآحاد. معناتها بقول اللي بيأثر على الآحاد هن بس الواحد فاكتوريال والأربعة فاكتوريال بهذا السؤال. مو صح؟ فبيجي بقول 1 زائد 24 عشان اعرف الاحد قول 25 قول اذا احد الواحد فاكتوريال زائد 5 فاكتوريال هي 5 فاحد هذا السؤال كله 5. هذا السؤال فهم. طيب ليش بس الواحد والاربعة اللي بيأثروا؟ شو هي؟ ليش بس الواحد والاربعة اللي بيأثروا؟ لانه السبعة فاكتوريال مو حتكون الوانز ديجيت تبعها صفر. اوكي. هو انت عم تجمعين هدول الارقام لما حيكون في شيء بالونز ديجيت صفر ما بياثر على الونز ديجيت. اوكي. يعني انا بقصد كل شيء بعد الاربع فاكتوريال بتكون الونز ديجيت تبعه صفر فخلص ما بتاثر على الونز ديجيت. آخر سؤال. هلا عم يقسموا كل هدول على 15 تمام؟ شو بده يضل الباقي؟ نفس الفكرة تبع قبل شوي هي فكرة فهم تمام؟ الاثنين فاكتوريال شو هي؟ اثنين. اثنين. والأربعة فاكتوريال؟ أربعة وعشرين. والستة فاكتوريال 120. لا الستة فاكتوريال 700 و طب بغض النظر انا ما حاسال هيك. تعال رح نغير السؤال شوي. الاثنين فاكتوريال هي 2 ضرب 1. الاربعة فاكتوريال 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1. الستة فاكتوريال 6 ضرب 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 صح؟ بلى. طيب سؤال مو فيها 5 ضرب 3؟ ايه. ومو اي شيء فيه 5 ضرب 3 بيعطيني 15، فلما حاسمع 15 بضل شيء باقي؟ لا. معناها كل شيء من بعد الاربع فاكتوريال ما بيترك باقي، يعني ما بيترك باقي مع التقسيم على 15، بس مين اللي بيترك باقي؟ 2 والاربعة صح؟ ايه. طب 2 زائد 4 قديش؟ 2 فاكتوريال زائد 4 فاكتوريال 25. لا هي 2 زائد 24 هنا 26. ليش كتبت هيك؟ هنا 26 باخذ هي 26 وبقسمها على 15 بتعطيني وحده بكتب 15 بضل معي الباقي 11. لانه كل شيء اكبر من 6 فاكتوريال بتتقسم على 15 بدون باقي، بس اللي اصغر من الستة فاكتوريال لا بيتركوا باقي، فلهيك اللي هن اللي حيتركوا باقي الاثنين والاربعة فجمعتهم وقسمت. مفهوم؟ طيب حد عنده اي سؤال لسه؟ أنا لا. لهون بكفي لليوم تمام؟
التذكير يا هي يوم الجمعة الجاي في عندك الشباب. أوكي يوم الثلاثاء إن شاء الله حنبدأ درس جديد. مع السلامة. تمام. السلام عليكم. الله يعافيك.